ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في صالون الصحة والجمال، والفقرة التانية اللي معانا النهاردة. كل واحد مننا بيحلم، كل واحد مننا بيشوف رؤية في منامه، كل واحد مننا بيبقى عاوز الحلم اللي هو شافه ده بيتحقق. في ناس بتحتار جدا في الحلم اللي شافته، عايزة تفسير ليه، بيجيله الحلم زي رسالة، هو مش عارف يقرأ الرسالة دي، عاوز يعرف اللي شافه في الحلم ده ايه. شافه هو بيتكلم، شافه هو بيجري، شافه هو تعبان، شافه هو مريض، تفسير كل ده ايه؟ بيبقى ليه تفسير. كل الحاجات دي هنعرفها مع ضيفتي استاذه ايمان عثمان، مفسره الاحلام والرؤى. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك عايز اقول لك ان احنا في كل واحد مننا بينام بيحلم، والاحلام كتيره جدا، ممكن واحد بيحلم في اليوم حلم واثنين وثلاثه. مظبوط. ولكن الحاجة اللي بتلفت نظري بقى، اللي احنا زمان أحلام زمان غير دلوقتي، اختلفت غير أحلام دلوقتي. في أحلام دلوقتي حديثة. بمعنى إيه حديثة؟ يعني ساعات واحد بيحلم إنه هو بيتكلم في التليفون المحمول، وما كانش فيه زمان تليفون محمول، ما كانش فيه تليفون. مظبوط. هل الأحلام الحديثة بتختلف عن الأحلام بتاعت زمان؟ يعني الأحلام بتاعت دلوقتي اللي احنا بنحلمها، اللي انا ماسك تليفونه وبتكلم مع واحد، واحد بيقول لي خبر في التليفون وبيحكي لي وبحكي له، لما بنشوف الحاجات دي، هل التفسير بيختلف ده عن تفسيرات زمان؟ طبعا. ازاي بقى؟ الاول اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اصلا تخصصي في الاحلام الحديثه. لاني اكتر المعبرين بيجيبوا الكتب بتاعت ابن سيرين والناس ديت وبيقروها، وبييجوا بيحفظوا كلمتين وبييجوا يطبقوها بالظبط. فده ما عندهمش اجتهاد، معلش. الاجتهاد ان انا الحلم بيتغير بالزمان وبالمكان وبالعصر احنا دلوقتي عصرنا اختلف طبعا. طبعا. في حاجات حديثه طلعت، في عندك التليفون، في الطياره، في انستجرام، في الفيس، في الكلام ده كله، لازم يبقى في اجتهاد عشان اعرف اكيد ليها تعبير. فكان زمان فعلا التليفون دوت كان زمان هو حاجه واحده بس، ان الحمامه لما تجيلك يعني معناها ان هي رساله، غير كده خلاص. انما في العصر الحديث اللي احنا فيها دي حاجات كتير جدا جدا جدا، في الجوابات، في التليفون، في الحاجات اللي هي السوشيال ميديا، في التلفزيون، في حاجات كتير جدا. فطبعا لازم كان يبقى ليها تعبير الحاجات ديت. فانا الحمد لله الحاجات دي كلها بفصل. يعني الحاجات دي بتعبريها لما بيجي واحد يقول لك شفت حد بيكلمني في التليفون، بتقولي له تفسيرها ايه، والكلام بتسمعي الحلم ومنه بتقدري تقولي له الحلم ده بيقول ايه. طبعا. ولون التليفون كمان عامل اساسي، لون التليفون. طبعا. الالوان في الحلم بيبقى ليها طبعًا تفسير. طبعا. الحلم الاصفر، التليفون الاصفر دوت، يعني اللي بيكلمك ده طبعا لو بنوته وحد بيتصل بيها ويقول لها طب التليفون كان لونه ايه، اصفر مثلا، لا العريس مثلا اللي جاي لك دوت، الراجل ده عنده مشاكل وتعبان ومريض ومش هينفع. طب احنا هنبتدي بقى، اول تليفون جاي لك شروق هناخدها ونشوف شروق هتقول لنا ايه. شروق اتفضلي. مساء الورد. مساء النور يا فندم. وطي التلفزيون وتفضلي قولي الحلم اللي شفتيه. حاضر. كنت بس رايحه مع حضرتك اللي انا في رؤيه شفتيها عايزه تقوليها؟ ايوه. اتفضلي. انا طالبه اشوف كده شقه اني هشتريها واعيش فيها. انت شو؟ يعني على طول بحلم بكده. تعجبني الشقه يعني. شفتي اللي انت شفتي اللي انت بتشتري شقه؟ بتفرج عليها عشان اعيش فيها. بتتفرجي عليها هتعيشي فيها. طيب. تمام. حاضر. هنجاوبك. وفي حاجه تاني. وفي ايه تاني؟ طول بحلم ان في جمل بيجري ورايا. جمل بيجري ورايا. جمل. حصان كده. طيب. تمام. بس كده. خلصت؟ حاضر. خلص. هنجاوبك يا شروق. معلش هسألها سؤال. طب اتفضلي. هي اصلا عندها شقه ولا هي اصلا بتفكر في الحقيقه ان هي عايزه تعمل مستقبلها وتجيب شقه؟ ما هي بتتفرج على شقه على اساس هي ماليش دعوه، ده حلم. هي حقيقي. هي دي اللي قالته. ما انا عارفه. طيب هي هنجاوب أفرت. هنجاوب عليها. هي قفلت. هنجاوب عليها بس هناخد ام احمد. اوكي. ونجاوب عليها. اتفضلي ام احمد. رحت انا شفت منام ان انا في شقه جديده بتاعتهم ومعايا واختي معايا وبشتري وبفرش ستاير وبفرش سجاد.
وسداد جديده وسداد جديد ولونه احمر صغير. يعني انت شفتي حضرتك جوه شقه جديده؟ انا واختي، انا واختي. انت واختك؟ ايوه. ابوكي في شقه جديده وحلوه كده وجميله، وانا بنفرش ستاير، بس انا قلت لها انا اللي هفرش الاول الستاير والسجاد. طب هي متجوزه؟ الستاير حلوه والسجاد لونه احمر صغير كده. طب انت متجوزه؟ انا جدا جدا. طيب ماشي، حاضر حاضر، شكرا ليك يا فندم. طيب هناخد شروق الاول، ونقول شروق كانت بتتفرج على شقه النهارده، الاحلام كلها في الشقق. ماشي. طيب بنتفرج على شقه، وشقه كانت جميله، يعني هي بتتفرج على شقه حلوه قوي، نقول لها ايه؟ هو الحلم كده بيعتبر ناقص لسبب كان نفسي اسالها. يعني كان في حاجات لازم بسالها، وانا اصلا من تخصصي ان انا ما بحبش حد يقول لي، انا هرد عليها بس ما احبش حد يقول لي ايه انا قريبتي حلمت حلم وهقوله لك عشان تفسري. لا مش قريبتي، هي اللي شافت. انا بقول لحضرتك يعني. فانا لا بحب اسمع من تمام. في اسئله بتسال لها. طب عشان نلحق وقتنا تقولي لها شروق، تقولي لها ايه بقى الحلم؟ هي شافت اللي بتتفرج على شقه، وشافت ان هي في جمل بيجري وراها. اولا الجمل دوت راجل كبير، راجل كبير، راجل كبير وذو هيبه وليه مكانه. فانا عشان كده قلت لك عايز اسالها متجوزه ولا لا. فبس ده الجمل ده راجل كبير وليه هيبه وكده. بس بنصحها يعني، لان ما ينفعش ما تقدمش على الموضوع. طيب ام احمد، وربنا برضه يرزقها لو هي اصلا عندها شقه وبتفكر يعني، ممكن يكون ده يعتبر مش حلم، ده الغاص احلام. تمام. هي عايزه مستقبل وعايزه كده وبتتمنى يعني. طيب شقه جديده، ام احمد بتقول شقه جديده، وهي واختها، وشافت ان هي بتفرش الشقه والستاير وفرش الشقه. الستاير دي بقى بتيجي من الستره. الست دي اصلا نيتها كويسه جدا، وبالذات السجاده الحمراء لما بتتفرش يعني الناس اللي في عتبتها او الراجل في عتبتها ده له هيبه وليه قيمه. والستاير ما دام اتفرشت ربنا ساترها ان شاء الله معاها. طب ابشري بقى، الستاير ستر يعني. فدي من الاحلام الحلوه اللي هي المبشره. تمام. اسماء معايا، اسماء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. برحب بحضرتك ومدام ايمان. اهلا بيك يا فندم. انا معجبه بحضرتك كتير، فسرت لي كذا حلم يعني. اهلا يا اسماء، ربنا يعرف ميزان حضرتك. ربنا يخليك. اهلا يا اسماء، عندك حلم؟ عايزه بس بنت عمتي حلمت حلم، فكنت عايزه حضرتك تفسري. اقول حلمت ان هي في بنت ضايع منها فرده حلق، وهي قعدت تدور عليه ولقيتها، وبعد ما لقيتها لقيت حلق كمان ودبله. خلاص بس. طيب. بس كده الحلم. ماشي، شكرا يا اسماء، هنجاوبك. حاضر. أرد. هناخد ام احمد وبعد كده نرجع تاني. ام احمد. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي الاستاذه كانت بتقول انا عايزه اسالها بعض الاسئله، ايه هي الاسئله اللي عايزه تسالها؟ طيب هتقول لي انت متجوزه؟ انا جده، عندي جده. عندي احفاد. مش هي دي اللي هي كانت بتدور على شقه؟ عندي احفاد، عندي احفاد. دي انا جاوبتها. ما هي دي اللي بتتفرج عليها على شقه؟ لا، دي جيت اللي فرش شقتها ستاير وسجاد احمر. طب تمام، ما هي قالت لك، قالت لك الحلم بتاعك. قالت لك ابشري. قالت لك ابشري يعني. ابشري، وقلت لك الستاير اللي انت بتعمليها دي جايه لك من الستره. انا جاوبت الستاير حاجه كويسه يعني، جايه من الستره يعني. طيب ابشري خير ان شاء الله. الثانيه اللي انا هي شافت شقه. طيب اللي شافت اسماء بتقول بنت عمتي فردت حلق ضايعه ولقت الدبله والحلق، ايه الاخبار؟ هي بنت عمتها دي حامل وحامل في ولد. حامل وحامل في ولد. لان الحلق في المنام ده ولد. الحلق ولد؟ ناس كتير قوي بتعبروا ان هو بنت، لا هو ولد. الحلق في المنام ولد. ولد. هيبان لما تولد بقى لو حامل ان شاء الله. ما انا عشان كده كنت عايزه. طيب هقول لحضرتك على ما يجي لنا اتصالات تاني. يعني هو الحلم بتاعنا بيتحسد؟ يعني انا شفت حلم النهارده حاجه جميله، او شفت رؤيه جميله وقمت مبسوط، احكيها لمين؟ لثلاثه. احكيها لثلاثه. ثلاثه. طب قولي لي مين هم الثلاثه؟ الثلاثه دوت يكون معبر فاهم طبعا عشان يقولها لك، مفسر اللي هو بيفسر لي. يكون حبيب، ما يكونش مشكوك فيه. حبيب. حبيب، لان لو مشكوك فيه او عنده ضغينه او كده بيفسره لك بمزاجه هو، الحلم بيقع زي ما هو فسره، زي ما هو اصلا الحلم موجود زي ما هو فسره بالظبط. تمام. طب اخد ام حبيبه. لبيب. لبيب. اوكي. طيب ام حبيبه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي يا استاذ، عايزه اتكلم. قولي 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 سؤالك، قولي لي الرؤيه اللي انت شفتيها على طول، اتفضلي. تمام. انا حلمت ان انا واختي في شقه بس مش بتاعتنا يعني، وعماله انقي هدوم والم طرح، وهي تاخد الطرح مني وانا اديها الطرح، مش عارفه ايه الحلم ده.
انت واختك في شقه مش بتاعتكم. اه يا دكتور. تمام، في حاجه عايز تقولين عليها؟ لا. طيب ماشي، هتجاوبك حاضر. معانا مين تاني؟ ام حبيبه. ام حبيبه اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم، معاكي سامعك، اتفضلي. انا سامع صوتنا، هو ده اللي بيرد عليا. اتفضلي معاكي يا فندم، وطي التلفزيون واسمعيني. طيب شكرا، لما ترجع ام حبيبه تاني. طب بتقول انا حلمت ان انا واختي في شقه، وانتي عرفتي الحلم. طبعا الهدوم والطرح بياخدوا من بعض، الهدوم والطرح كده كلام بينهم، وفي مشادات. في مشاده بينها وبين اختها، في كلام ورغي جامد قوي بينهم هما الاثنين، بينها وبين اختها. وطبعا في ناس بتوقع والكلام ده، لان الهدوم واخدان والحط ده كله كلام رايح جاي، طرح والهدوم والتفتيش والكلام ده كلام رايح جاي. طيب معايا حلم، في واحده بتقول انا حلمت ان انا شعري مقصوص. كويس. انا قمت لقيت من النوم شعري اتقص. كويس. وحلمت برضو اني عمي خالتي وجدتي جم خدوني، بس هما توفوا، بس هما جايين في صوره حلوه قوي. مين خالتها؟ خالتها وجدتها. كويس. جولها في المنام، بس شايفاهم جمال قوي. كويس. هما توفوا وجايين لها يعني. فا ايه تفسيرها؟ تفسير الموتى لما بيجوا بالشكل اللي انت بتقول عليه ده، ده مكانتهم. ان هما في مكانه كويسه جدا. انما الميت لما بيجي واقف بيبقى عليه دين. عليه دين. جاي كويس ووشه حلو وصغير زي ما انت بتقول كده ورايق والكلام ده، دي مكانته في الجنه ان شاء الله. الشعر المقصوص. الشعر المقصوص ده بقى ليه تأويلين. الشعر المقصوص لو انا قمت من النوم قصيت شعري وكنت متضايقه، شعري طويل وسترني وقمت متضايقه وزعلانه، فطبعا ده وحش جدا. ونقص فلوس، لان الراس ديت راس مال. تمام. في الرؤى ان القص شعري ده يعني فلوس هتضيع منه. طب نفترض انا قصيت شعري او شفت واحده بتقص شعرها وعجبني جدا وشكله ديت حلو جدا جدا جدا. حلو جدا. طبعا. طب نبشر. تبشر. ماشي. هناخد الهام معانا، اتفضلي مدام الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم مدام؟ اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا والدتي متوفيه من 3 شهور. اوكي. فانا شفت ان انا كنت رحت لها، ان انا شايله بنت صغيره. بنت ولا ولد؟ بنت. اوكي. فانا مش عارفه البنت دي بنت مين، هي بنت جوزي. ماشي. بس انا مش عارفه انا شايلاها ومش عارفه هو انا جوزي متجوز واحده ثانيه، فانا بقول لهم هي دي بنت مين، طب امها فين؟ قالوا لي ما سيبك منها، ما لكيش دعوه. اوكي. فانا عماله ادور لها على هدوم، فانا بقول السرير ده تحت هدوم اجيبها والبسها، وعماله احميها واغيرها والبسها. فبسال عمتها بقول لها ايه، يا مامتها مش جايه من ايه، لا سيبك منها. فانا مشيت، ان انا ماشيه في طريق داخله على البيت اللي فيه اللي كان فيه والدتي الله يرحمها، فلقيت والدتي قاعده في قدام باب الشقه هي واختي، فبياكلوا مكرونه. كويس. مكرونه اللي هي بالبشاميل دي. كويس. فامي راحت واخده حته مكرونه وادتها للطفله في بقها فكلتها، فبتقول لها انت جعانه؟ فانا بقول لها انت جعانه يا حبيبتي؟ فرحت انا واخده امي ادتني حته ثانيه عشان اكلها. تمام. فرحت انا داخله جوه، فانا ببص لاختي كده، اختي بتقول لي ايه، امال امها فين؟ قلت لها مش عارفه، بيقولوا مش عارفه هي راحت فين. تمام. ومش جاي. تمام. فرحت اختي راحت رافعه وشها كده وراحت بصالي وقالت لي ايه، ولا عادت جايه تاني. ولا ايه؟ ولا عادت جايه تاني، يعني مش هتيجي تاني. ولا عادت جايه تاني. اللي هو مين؟ فرحت انا داخله جوه كده جنب التلفزيون على الترابيزه اللي جنب التلفزيون، لقيت طبق فيه مكرونه برضه، فرحت انا واخداه فاقول لهم هو الطبق ده بتاع مين؟ ما حدش عارف بتاع حد يعني، فقعدت ناكل فيه. وتحب على. طب تمام، حاضر، هتجاوب. سؤال تاني بس، هو الكحك في الرؤيه ايه؟ حاضر حاضر، شكرا ليكي. هناخد معانا محمد، انت عرفتي الحلم الاولاني؟ طب محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، علي صوتك بس اتفضل. اسمي محمد بشار. سؤال حضرتك اتفضل. حلمت في رمضان بليله القدر، حلمت ان السماء منوره ماشي؟ السماء بتاع وردي، وعمول يا رب عمل ادعي عليا يا رب كريم يا رب ارزقني يا رب. تمام تمام. كريم ابن مراتي سيد ادم. كان كامل كان كامل. كان يوم كام الحلم اللي انت حلمته ده؟ كان يوم كام في رمضان؟ حلمته يوم
27 رمضان. ابشر. طيب بتقول لك ابشر. ابشر ليك دعاء مستجاب يعني. طيب. ايوه. بتقول لك ابشر ليك دعاء مستجاب ان شاء الله. رؤية جميلة يعني. شكرا ليك يا استاذ محمد. ام حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي ام حمزة. انا بس عندي شلمين عايزة اقول. اتفضلي سريعا يعني. اتفضلي قوليهم. سريعا انا حلمت امي متوفية وانا حلمت ان احنا كنا بنفرق عيش وانا العيش بتاعي انا قلت كل يوم هدي لامي 5 رغيف. فده حلم. الحلم التاني ان زميلتي حلمت لي ان احنا كنا منتظرين واحدة اسمها نوال تودينا رحلة وبعدين قعدنا منتظرين كتير قوي لحد ما الدنيا غربت يعني وبعد كده حد جه رمى في حجر صاحبتي كارت مكتوب عليه اسمي بخط جميل جدا وان انا فزت بالعمره. انا بتمنى ان انا اروح عمره يعني بقالي فتره ومش عارف. حاضر. شكرا ليكي. عايزه بس اعرف التفسيرين دول. حاضر حاضر. الحلم اللي انت قلتي بتاعت الدره. اولا الست ديت حلمت ان هي البنت اللي بنت دورتها ديت بتحميها البنت طبعا دنيا ومعنى ان هي بتحميها ان هي عايزه تعيش معنى رغم ان هي على دره وعندها مشاكل كتير جدا بدليل المكرونه البشاميل دي فيها بيض وفيها دقيق وفيها عك ولاد وواحد الناس كلها بتحب المكرونه البشاميل بس عمايلها تقيله بتاخد صعبه فحياتها صعبه جدا عايشه مع دره عايزه تعيش غلبانه عايزه تعيش بس الدنيا قافله معاها قوي. ربنا يفك علينا يا رب. الله يقوي عليها. بتقول حلمت ام حمزه بتقول حلمت من امي متوفيه ومعايا 5 ترغيف اعيش وبديهم لامي في المنام. دي صدقه لازم تروح لها. لازم تروح لها. طيب مامتها عايزه صدقه. طب نوال بتقول بس هي ناويه على فكره هي ناويه تعملها. تمام. نوال بتقول كنت مستنيه قاعدين وجت صاحبتها ولقيت اسمها موجود في حاجه رميتها عليها صاحبتها وهي حلمت بالعمره يعني شافت العمره فيها نقول لها ايه؟ نقول لها برضو ابشري مبروك محدش بيعمل ده العمره دي جايه من العمار ربنا ان شاء الله هيكرمها وباذن الله لازم تعمل عمره لان اللي بيشوف الرسول وبيشوف العمره بتتحقق ان شاء الله تتحقق له. طبعا. طيب انا لو حد النهارده جه يكلمني وبيحكي لك حلم كويس بيقول لك انا شفت كذا بتعرفي اذا كان اللي جاي يحكي دوت حلم اللي شافه صح صادق ولا كذاب تفهميها انا ايمان ولا اي معبر المعبر اللي فاهم طبعا بيعرف ازاي ان الحلم ده صح ولا لا او طبعا. هو اللي بيقوله ده شايفه هو فعلا شايف ده فعلا ولا ما شافوش بيبان ازاي اولا الشخصيه اللي قدامي ديت اولا الحلم بيبقى ليه من شروطه او بثوابته ان الحلم بيبقى متتالي بمعنى متتالي يعني حضرتك دخلت الاستوديو خلصت مع ايمان خرجت حاجات متتاليه اهي انما ما تقوليش انا قاعد في الاستوديو لقيت نفسي في جبل لقيت نفسي نازل طالع يعني حاجات مش ورا بعضها وحاجات مش مش ايه مترتبه ورا بعضها وشخصيته الراجل الصادق الراجل الرزين الراجل اللي بيقعد في مكان الكل بيستمع له بمعنى صح راجل كده محترم مالي هدومه وكلامه الناس كلها تسمعه يعني انت بتاخدي من رؤيه اللي بيحكي لك طبعا بتعرفي اذا كان هو صادق طبعا هو شخصيه هيبه وصادق في كلامه تاخد على طول لو قال لك حلمت بك يبقى هو حلم بك فعلا تمام هناخد ايمان ايمان اتفضلي اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايمة صاحبتي صاحبتي حبيبتي ايمة ازيك يا ازيك يا حبيبتي والله حبيبتي دي بقى اختي ايما ازيك يا قلبي الحمد لله يا حبيبتي والله بجد عارفه بقى حضرتك دي الانجيمه بتاعتك طب طبعا انت شفتي حاجه طيب حضرتك عايزه تقوليها ولا لا بصراحه مش عايزه اقولها لا هي منوره القناه بس بتقول لك منوره الله يخليك شكرا ليك يا فندم انت اللي منورانا يا فندم شكرا لحضرتك مين معانا تاني الو السلام عليكم ايوه يا فندم اتفضلي ايوه ممكن اسال بس انا سأل انا حلمت 3 احلام ايه طب اتفضلي قوليهم ايه بسرعه طيب انا حلمت ان انا ماسكه زي تعبان في ايدي وهو عايز زي يبوسني او يقرب مني وانا عماله ابعده بس انا ماسكاه في ايدي تمام الحلم التاني طب مخطوبه تاني حلم مخطوبة. حلمت ان مرات اخويا يعني طب ثواني انت مخطوبه لا لا تمام الحلم التاني حلمت ان مرات اخويا حامل هي في الحقيقه حامل بس حلمت ان هي وقعت على وشها
وزي فيه ميه حواليها ومختلط بدم كده بس لونه وهو فاتح. تمام. الحلم الثالث؟ والحلم الثالث فيه صديق ليا حلم لي ان انا زي جايه من سفر وفي المطار ولابسه فستان ازرق وقصير. تمام. بس. ماشي شكرا، هنجاوبك. حاضر. طيب الحلم الاولاني لايه؟ معلش مع الحلم الثالث ده مش هفسره. الحلم الثالث؟ مش هفسره. جايه من سفر؟ من سفر ولابسه فستان ازرق، انا مش هفسره. طيب. عشان حاجتين. علشان بتقول لي واحد اللي حلمه وانا قلت لك انا ما بفسرش حد واحد حقايق. تمام. ايه اسمع عشان اسالها. تمام. قول لي بقى الاولاني ايه؟ الاولاني اللي هي ماسكه تعبان وبيبوسها. هي اللي ماسكاه. هي ماسكه التعبان والتعبان بيحاول يبوسها وهي بتبعد. هو واحد في طريقها، انا سالتها انت مخطوبه؟ قالت لا. هو واحد في طريقها بس طبعا مش كويس، هو تعبان اهو. واحد في طريقها بس مش كويس، للاسف هي اللي عايزاه عشان هي اللي ماسكه فيه. هي اللي عايزاه. طب خلي بالك يا آية، هي آية انت اللي قلت تعبانه اهو. طيب. انت اللي شايفاه. حلمت ان مرات اخوها حامل وقعت على وشها. ربنا يقومها بالسلامه. ربنا يقومها بالسلامه. هروح لحضرتك تاني واقول لك احلامنا. في ناس كتيرة قوي بتحلم بمرض. كويس. في واحد بيحلم ان هو تعب بمرض. كويس. ويقوم يقول لك طالما حلمت بمرض خطير يبقى انا مقبوض وزهقان ويومه مش مظبوط. المرض الخطير. تفسيره في الرؤيه. اولا المرض الخطير من اجمل الاحلام اللي في الدنيا. ليه بقى؟ المرض الخطير طبعا من اجل طبعا. انا بس عايزه اقول للناس اللي بتسمعني دلوقتي، يا جماعه مش اي مرض يجي لكم في الحلم تقوموا مفزوعين منه. ليه بقى؟ اي مرض او اي زياده في جسم الانسان دي معناها خير. يعني دي خدوها ثوابت، وبالذات عشان تبقوا عارفين. والمفاجاه بقى بتاعه البرنامج النهارده الكانسر. الكانسر ده الناس كلها بقى طبعا بتقوم كانسر وتبقى حالتها النفسيه، وممكن تروح تكشف وتبقى بقى قلقانه وبتسال ناس. من اجمل الاحلام. ليه بقى؟ الكانسر ده لو اكبر اسمه الورم، يعني حاجه زياده. صح؟ اي حاجه زياده في جسم الانسان دي مال وفلوس ورزق داخلها. فبعد ما تسمعوني النهارده ابشروا يا جماعه، لو حد حلم باي مرض وبالذات اللي بقول عليه دوت، ده خير خير خير. فناس كتير قوي طبعا مش عارفه الموضوع دوت، فمش عارفه بقى بالنسبه لهم مفاجاه. ان طبعا وفي ناس تانيه تحلم لك تقول لك انا ايدي ورمت، صباعي ايدي ذات صباع، رجليا ورمه، وش وارم، كل ده خير داخلها. على قد الورم اللي في جسمها وعلى قد الزياده اللي في جسمها، ده رزق وخير داخلها. فدي من الاحلام المبشره. انت المرض من الاحلام المبشره؟ مش اي مرض. لا مش اي مرض. الامراض الخطيره، الامراض اللي هي فيها زياده في جسم الانسان. ان انا احس ان وشي وارم، احس ان ايديا ورمه، احس ان في صوابعي زادت واحد، رجليا صباعي زاد واحد، رجلي تخنت، كل ده خير ومن الاحلام المبشره جدا جدا بالرزق. طيب في ناس كتير قوي بتحلم ان اسنانها بتقع. هتجاوبيني بعد ما ناخد ام محمد. اوكي. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك، هي ايه مرات ابني حلمت لي تحلم لي على طول بتقول لي ان انا بشوفك يا طن لابسه ابيض في ابيض. فمش فاهمه ايه بقى كده يعني. بتحبك مرات ابنك وانت بتحبيها؟ انا كان عليا انا بحبها جدا، لان انا معيشه الا ولادي الاثنين، فبعتبرها زي بنتي واحسن والله. وهي بتحبك بتقول لك يا طنط ولا يا ماما؟ لا بتقول لي يا طن. طيب بس هي شاطره بتمشي امورها. حاضر حاضر هتجاوبك. مين معانا تاني؟ رضوى. اتفضلي يا رضوى. معاكي يا رضوى اتفضلي. بقول لحضرتك معلش، جوزي حلم ان احنا المطر نزل عليه كتير. جوزك حلم بايه يا رضوى؟ بمطر. المطر نزل عليه. تمام. المطر. تمام تمام اتفضلي. وفي النجوم مقربان. وبيجري. وزي عمال بيجري ربنا. طيب. وتاني هم معلش فيه. طيب. ها. بقول لحضرتك انا مش حامل. بس حلمت ان انا حامل.
حاضر. وابويا بيوديني المستشفى وبوظي. تمام حاضر هنجاوبك حاضر. طيب ام محمد بتقول مرات ابنها حلمت ليها لابسه فستان ابيض فابيض. هي بتقول لك على طول بتحلم لي ان هي مش حلم واحد. معنى ان مرات ابنها دي بتكرر لها الحلم. مرات ابنها شاطره وبتعرف تمشي امورها ازاي. تمام. رضوى بتقول جوزي حلم بمطر والنجوم مقربه. طبعا حلم مباشر وجميل جدا. المطره دي رزق جامد جدا والنجوم طبعا ولادها ربنا يخليهم لها يا رب. طيب شافت ان هي مش حامل وابوها بيوديها. دي بقى دي عندها مشكله جامده وهتتفك على ايد باباها لان هو اللي وداها المستشفى وهي اصلا مش حامل. ده حامل في الحلم. فعندها مشكله جامده ربنا يفك كربها. طيب هناخد مي. مي معانا. اتفضلي يا مي. مي طب انقطع الاتصال. الاحلام ده عالم كبير. عالم كبير وعالم خطير يعني جدا. بنشوف فيه حاجات كتيره جدا. كل حلم بنشوفه بيتحقق. مش اي حد. مش اي حد ولا مش اي حلم. لا مش اي حد. في ناس عندها شفافيه كده وهتستغرب من اللي انا هقوله لك دوت. اللي هي مواليد من شهر واحد لشهر خمسة مختلفين عن من شهر ستة لشهر 12. طب قولي لي بقى من بتوع شهر ستة دول عشان انا من ضمن شهر ستة. اما ممكن ما تحلمش كتير لكثرة مشاغلك والشغلك والكلام دوت. احلامك برضو اكترها مش ما عندكش شفافية. هما اللي عندهم شفافية اكتر واحلامهم من واحد لخمسة. من واحد لخمسة وممكن يقعد يحلل شخصيتك انت ايه وانت هتقول ايه قبل ما تتكلم وتسعين في المية من احلامه بتتحقق. طيب الوقت يجري معاكي بسرعة وانا كنت اتمنى الوقت. اكيد في حلقات تانية معاكي ان شاء الله ونجاوب الناس على حاجات كثيره جدا نعرفهم نتكلم عن المرض بس وقتنا خلص. مش المرض. هنتكلم عن حاجات كثيره جدا. الحلام بتحسد. لان ناس كتير جدا ما بشوف ناس كتير قوي معبرين ما فيش حد فسر الاحلام اللي بتتحسد وايه هي. ان شاء الله نتمنى تبقى في حلقه تانية ان شاء الله نتكلم عليها. انا سعدت بحضرتك جدا استاذه ايمان وان شاء الله تبقي معانا في حلقات اخرى ان شاء الله ربنا يسر ونفيد الناس بالرؤى اللي بتشوفهم ان شاء الله. يا رب. شكرا ليك يا فندم. يا رب ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين سمعنا وشفنا الرؤى ازاي بتتحقق وكل واحد شاف حلم وقاله حاولنا الاستاذه ايمان تفسره. ان شاء الله كل احلامنا تتحقق. الاحلام الجميله الاحلام السعيده نتمنى كل الناس تحقق احلامها واهدافها واللي عايز حاجه ربنا يكرمه يسعى ورا حلمك ويسعى ورا هدفك وان شاء الله ربنا هيجيب لك البشرى بيه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. يا رب قدرنا في الفقرتين الاولى والثانيه نكون قدمنا حاجه للساده المشاهدين على امل ووعد ان يتجدد اللقاء معكم. كان معكم هاني الفرماوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.